لا انا بتكلم على مفهوم ايه. في ناس مش قادره تفهم اللي احنا بنقوله في ان المستوى قل في ايه. هو السرعه والقوه والخطط والحاجات دي زادت، ولكن احنا بنتكلم اساس الكوره اللي هو الامكانيات الفرديه بتاعه اللاعب. بقيت انت بتلعب في الفرق السمراء المستوى الثالث او الرابع مع احترامي، باستثناء واحد اتنين. لكن الاول انت كنت بتلعب الصف الاول، انت بتلعب احسن لعيبه في الكاميرون، احسن لعيبه في اسيك ساحل العاج، احسن لعيبه في افريكا سبورت في ساحل العاج، احسن لعيبه في الرينجرز النيجيري. فهي دي هو ده الاختلاف، ولذلك التركيز اكتر في السنوات الاخيره بقى في الفرق العربيه، لانها كمان امكانياتها الماديه بتستقطب لعيبه محترفين اكتر من الدول الافريقيه السمراء، الفرق الافريقيه السمراء. يعني الترجي تلاقيه بيستقطب لعيبه محترفين مهمين، الاهلي بيستقطب لعيبه محترفين مهمين بيدفع فيهم ارقام. لكن انت صعب فرقه في غانا مثلا تدفع في لعيب محترف وتجيبه، ده هو بيفرخ يعني. ممكن فرقه مثلا اسك في ساحل العاج ولا بتاع تلاقي بتلعب سنه ثانيه كلهم مش موجودين، كلهم اتباعوا. يعني هو ما بيستقطبش كمان لعيبه محترفين من الخارج. فطبعا لكن ما فيش شك ان السرعه في الاداء زادت، التنظيم الخططي زاد، ولكن المستوى الفردي قل في الفرق الافريقيه السمراء بالذات. يعني وبصراحه موضوع مهم جدا يا كابتن شريف، بس ده عايز له ملف كامل. طبعا يعني انت كنادي اهلي عايزنا نبتدي من اول وجديد نعمل معسكرات للاعيبه الناشئين. لا صحيح، انت كنادي اهلي كنت بتكسب كل الفرق بنجومها، لغايه دلوقتي تكسب كل الفرق، وعدد المحترفين اللي انت بتكسبهم هو اعلى منك. فعارف هي معادله انا مش فاهمها بصراحه. تربينا على كده، وانت كنت موجود وتربيت على كده. يعني احنا يعني حاجه كلنا تربينا على كده بصراحه، ما بنشوفش اللعيبه قدامنا حاجه. بنشوف معادله لازم فعلا تدرس. الفانيلا الحمراء وبنشوف احنا لما بنلعبش بالفانيلا الحمراء اسامه كان ناقصنا حاجه. في حاجه غريبه، ما احنا مش لاعبين النهارده بالفانيلا الحمراء. اتربينا على كده الفوز بس. ما نعرفش التعادل ده خساره. لما كنا بنتعادل واحنا مروحين احنا خسرانين. طبعا اكيد مش كسبانين. عشان كده الروح دي بس اللعيبه، عشان كده بقول لك عملوا عمله كبيره قوي في الترجي هناك. مهما كنا عندنا تاريخ قبل كده، ومهما كان عندنا انجازات قبل كده، كسبنا تونس في تونس كده، انما الواقع انك تعيده تاني وبشكل اقوى من جاي متعادل 2-2 يعني، وتعيد هنا وتكسب 2-1، ده اعجاز. يعني بكلمك بجد في الكوره، ده يعني انا ما شفتش غير ماتش ريال مدريد اللي كسبوا 2-1 بايرن ميونخ، وجي بايرن ميونخ كسبهم في ريال مدريد 2-1. هو ده اللي يوازي الكلام اللي احنا بنتكلم، وكانت حاله تعادليه. لما احنا ما شاء الله الله اكبر بنحقق المعادله الصعبه دايما في كل عام. مش كده بقول لك؟ ومن بعد الماتش انا وانت قلنا، كان معانا محمد فاروق برضو الكابتن حسام، قلنا له وكان معايا شادي باين، قلت له ابتدي من ساعه ما الحكم صفر في ماتش ترجي. ابتدي انت خارج عامل ازاي، وشكلك عامل ازاي، وفرقتك عامله ازاي، وروحك ورايح على الجون مضيع وليد ازار واحد انفراد لو خد الجون يمين او شمال. بالظبط يعني يا ريت يكون اتفرج على نفسه وعرف أكيد ان في حلول في الانفرادات. يعني دي حاجات برضو يا ريت اللعيبه بتتفرج علينا احنا عند دلوقتي يكونوا بيشوفوا قناه الاهلي فيها ايه. اكيد اكيد احنا بنتكلم مع اولادنا واخواتنا الصغيرين ان هم ناخد برضو بعض الحاجات اللي كانت من مباراه الترجي، النجاحات والسلبيات برضو. اكيد يا كابتن. يعني بكره هيكون علي معلول تحركاته اسامه محسوبه طبعا، حته الانفلاتيه احنا كان خسران في مصر، انما هنا هتبقى الدنيا محسوبه بالنسبه له.